كل الدعم للمستشار مرتضى منصور، كل الدعم لأسد نادي الزمالك، كل الدعم لصاحب العزم. ايوه صاحب العزم، احنا عايزينه صاحب العزم. كل الدعم ليك يا ريس قصاد ممدوح عباس واعوانه يا جبل ما يهزك ريح. بندعم بقوة الرئيس التاريخي لنادي الزمالك معالي المستشار مرتضى منصور. كل الجمهور خلفك يا سيادة المستشار في ظل الحرب الشرسة التي بتقام ضد نادي الزمالك في شخص المدعو الرئيس السابق للأسف ممدوح عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الدعم لسيادة المستشار مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي، كل الدعم لأسد نادي الزمالك مرتضى أحمد منصور من ممدوح عباس وأعوانه. سير يا أسد وإحنا بظهرك، مشجع زملكاوي من كفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة دعم للمستشار مرتضى منصور من شات الجلاليب إلى المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته، ودعمه في قيادة سفينة نادي الزمالك ضد الأستاذ ممدوح عباس وأعوانه اللي عايزين يدمروا نادي الزمالك. إحنا في دارك يا ريس، وإحنا عارفين ومتأكدين إن سفينة الزمالك في أمان مع حضرتك، ومتأكدين إن محدش يقدر يقود السفينة دي إلا حضرتك، وأنت قادر بالقانون تجيب حق نادي الزمالك. وأيد وأدعم سيادة المستشار مرتضى منصور صانع إنجازات نادي الزمالك وأفضل رئيس لنادي الزمالك. نشكرك سيادة المستشار لتوضيح الصورة كاملة أمام جماهير نادي الزمالك، ومن يقف مع نادي الزمالك ومن يقف ضد نادي الزمالك. استمر في دور الأب الحنون الذي يحتوي جميع أفراد المنظومة، والأسد الذي يدافع عن حقوقهم ويبذل كل جهده من أجل توفير احتياجاتهم. مرتضى منصور لفن الإدارة عنوان. أنهى المستشار مرتضى منصور أزمة صرف رواتب عمال وموظفي نادي الزمالك خلال الأسابيع الماضية بعد الحجز على أرصدة النادي والعقبات التي يواجهها مسؤولو القلعة البيضاء في الوقت الراهن. واستمر تعنت ممدوح عباس في حل أزمة الحجز على أرصدة النادي بعدما رفض استثناء صرف رواتب العمال والموظفين من الأرصدة التي تم الحجز عليها في واقعة مؤسفة. ولم يرضخ المستشار مرتضى منصور لتعنت عباس، وتكفل بصرف رواتب وأجور العمال والموظفين، مستمراً في التضحية من أجل الاستقرار الداخلي للنادي وتحمل الكثير من الأعباء التي لا يتحملها بشر. فرحة عارمة اجتاحت القلعة البيضاء من قبل العمال البسطاء بعد صرف رواتبهم، مرددين الهتافات للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على كل ما يبذله من أجلهم وأجل ذويهم. ويواصل مرتضى منصور الدعم وتوفير جميع سبل الراحة لمنظومة الكرة في نادي الزمالك من صفقات قوية أبرمها خلال الصيف الماضي، ودعم كبير للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق من أجل الحفاظ على الألقاب والتتويجات واستمرار ريادة الفارس الأبيض. مرتضى منصور، دمت القلب النابض والأب الروحي للكيان الأبيض. بجد ترحيب بحضراتكم في الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة في زملكاوي اليوم، وهي مع أسود ونجوم النقد الرياضي الكبار أستاذ مصطفى الجويري رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك. برحب بيك أستاذ مصطفى، مشرفنا ومنورنا. أهلا كريم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير الزمالك إن شاء الله، وتكون حلقة مميزة يعني. الجريء طبعا، وكالعادة البوب أستاذ إيهاب الفولي اللي مشرفنا ومنورنا، رحب بيك أستاذ إيهاب. ربنا يخليك، أهلا بيك كريم، وأهلا بأستاذنا أستاذ مصطفى جويلي وبكل جمهور نادي الزمالك. يعني الصدفة قادتني النهاردة أن أنا أكون موجود في يوم وفي حدث مهم زي ده، يعني 22/11 ده مصطفى يوم بالنسبة لنا احنا كلنا هو يوم عيد، يوم فرحة، يوم انتصار، يوم عودة الحق لأصحابه في نادي الزمالك، يوم تنفس فيه نادي الزمالك الصعداء، ورجعت الهيبة ورجعت البطولات ورجعت الألقاب ورجع الاستقرار الفني والإداري بعودة المستشار مرتضى منصور. ده النهاردة من سنة بالظبط 22/11 قضاء مصر الشامخ،
انصف المستشار مرتضى منصور في قضيته العادله وانقذ نادي الزمالك من لجان الخرب. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، وفعلا كان يوم عالمي يعني، او يوم يوم فرحه. يمكن انا اتذكر دايما في خلال هذا العام، يمكن المستشار مرتضى منصور دايما يقولها يعني، ان هو كان دايما يقول لي يعني استعينوا بالصبر والصلاه يعني. هو كان طبعا قضيه حق يعني، راجل كان مقدم نادي الزمالك انجازات كثيره جدا، وكان عامل شغل كتير في نادي الزمالك، كان مخلي نادي الزمالك في السماء، بطولات، انجازات، انشاءات وغيرها وغيرها وغيرها، وحاجات كثيره جدا كان عاملها. وفجاه طلع القرار اللي احنا عارفينه. فاذا كنا بنقول ان كان في عشريه سوداء، فكان هناك سنه سوداء ايضا يعني، كان سنه اكثر سوادا. اكثر سوادا، كان سنه اكثر سوادا يمكن على اعضاء نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك. ويمكن كان المستشار مرتضى منصور تحلى فيها بالصبر، الصبر والصبر الجميل يعني، في صبر مرير وفي صبر جميل يعني. في صبر هو تحلى بالصبر الجميل، والصبر الجميل ده اللي هو ان انا يعني ببقى راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ان انا بسعى يعني بسعى ان انا اجيب حقي. وهو دايما عودنا ان هو يكون دائما بيجري ورا حق. يمكن انا بعتبره هو قدوه لكل الشباب وقدوه لينا احنا كلنا، ان احنا ازاي ان احنا اي حد فينا يتعرض لازمات او مشاكل او غيرها او غيرها او غيرها، ان ازاي ان هو يصبر، وازاي ان هو يستعين بربنا سبحانه وتعالى. يمكن ربنا هو اللي نصره، ويمكن ربنا هو الناصر الاول ليه في هذه السنه. 22/11 السنه اللي فاتت عاد المستشار مرتضى منصور، وعادت لنادي الزمالك الهيبه، وعادت لنادي الزمالك الكرامه، وعادت لنادي الزمالك الانجازات مره اخرى. اي حد كان بيخش النادي، الاعضاء كانوا هجروا نادي الزمالك، بدانا نشوف يمكن ما يقلش عن 50-60 ألف بيكون موجودين في النادي. الاهتمام يمكن بتشوف المستشار مرتضى منصور لما بيخش من نادي الزمالك بيتحول النادي الى خليه نحل، خليه نحل. الراجل بيهتم بكل كبيره وصغيره. يمكن انا يعني ما شفتش حد رئيس نادي في اي نادي، اي نادي سواء في مصر او في غير مصر، بيمر ساعتين كاملين على جميع ارجاء النادي، بيشوف الاعضاء عايزين ايه، بيشوف السلبيات الموجوده ايه، بيشوف المشاكل الموجوده ايه ويحلها، بيشوف ان هو يعمل قد ايه، يضيف كتير لنادي الزمالك. يمكن انا اتكلمت قبل كده قلت مثلا هو في شهر واحد لما يعمل 12 حديقه داخل في شهر يا كريم 12 حديقه داخل نادي الزمالك، وهو اللي رسمها وهو اللي عاملها، عشان اعضاء النادي زادوا كتير، عشان الخدمات الموجوده، انشا نادي موازي لنادي الزمالك بالظبط كده. لما تشوف ان مثلا اي محل من المحلات بيخالف مثلا، او ان هو يعمل اي حاجه غلط بيتقفل فورا، اهتمامه الكبير جدا بالاعضاء، بالاضافه الى اهتمام بالنواحي الرياضيه ايضا يعني، الناحيه الرياضيه، بطوله دوري، بطوله كاس، بطولات في اليد، بطولات في السله، بطولات في الطايره، حاجات كتيره جدا اتعملت في السنه اللي فاتت. والاهم منها ان احنا بدل ما كان في شريط موجود، اللي هو طبعا امر ان هو يتشال على طول على قناه نادي الزمالك بيتقال فيه تبرعوا لنادي الزمالك، لا دلوقتي خلاص بقى في فائض في الموارد الماليه، 52 مليون جنيه موجود فائض في الميزانيه. لعيبه خدت المستحقات بتاعتها، لعيبه كانت بقى لها 6 شهور ما خدتش مستحقاتها، يد، طايره، سله، كل الالعاب، كره القدم، غيرها وغيرها، عقود اتعدلت. يمكن هو لو كان موجود كان في حاجات كتيره ما حصلتش، ما كانش ساسي مشي، ما كانش بن شرقي مشي، ما كانش مثلا مصطفى محمد اوجوستي اللي هو المدرب بتاع السله، مصطفى محمد، غيرها وغيرها وغيرها. يعني رجل دائما يبحث عن حقوق نادي الزمالك، بالاضافه ان هو بيواجه حروب شرسه جدا، شرسه، حروب شرسه بطريقه غريبه. يعني الراجل ماشي في خطين متوازيين، خط القضايا والمحاكم والناس اللي هي كارهه لنادي الزمالك، وفي الخط الثاني بيعمل انجازات. يعني رجل واقف على ارض صلبه ولا يستسلم لاي منغصات، رغم كل الحروب اللي هي ضد نادي الزمالك، سواء من هنا او من هنا او من هنا. فقدرنا في خلال السنه دي ان احنا نعيد نادي الزمالك الى هيبته وكرامته مره اخرى يعني. نعم استاذ ايهاب، يمكن استاذ مصطفى يعني تطرق لموضوع مهم جدا، هو ان دائما وابدا اول ما يرجع لاستقرار نادي الزمالك، اول ما يرجع المستشار مرتضى منصور، يمكن انا شبهت حتى العوده بعوده الاسد لعرينه داخل نادي الزمالك، دائما وابدا بيبتدي القاء العراقيل، ازمات تتصدر. يعني على مدار سنه كبيسه ما شفناش مثلا حجز على ارصده النادي، بل على العكس شفنا ان ممدوح عباس حصل على جزء من امواله من اللجان السابقه. يجي مرتضى منصور ويجي الاستقرار وتيجي البطولات، تبتدي يضع الجميع العراقيل امام المستشار مرتضى ومجلس ادارته. بص، هو طبعا اليوم 22/11 ده يوم انا بالنسبه لي
على المستوى الشخصي يوم من يعني من اسعد الايام على قلبي. نعم. عوده المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك دي يعني حاجه يعني انا شفتها ان هي حاجه من الحاجات اللي الواحد كان بيتمناها، وكان الواحد يعني بيقولها في عز وجود اللجان اللي كانت معينه. نعم. يعني الواحد ما كانش بيقول مثلا يطلع يتكلم، حتى انا طلعت مره كان في احد البرامج الناس قالت لي ما هيتقال، يعني المقدم البرنامج قال لي هيتقال ان انت عشان قاعد مع يعني عشان كنت بتشتغل في قناه الزمالك. قلت له طب ما انا لو كده اتكلم على اللي موجود بيدير النادي دلوقتي لو انا بدور على شغل. نعم. ما هو اللي بيدير ده انا اتكلم عليه، ولكن انا اتكلمت ساعتها كان ساعتها اللي بيدير نادي الزمالك في التوقيت دوت كان كابتن حسين لبيب. وللاسف انا يعني البيان اللي عمله الاخير دوت يعني انا انزعجت منه جدا جدا جدا. نعم. جدا. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، مع احترامي لفريق الترسانه. نعم. احترامي لنادي الترسانه، نادي الترسانه ما عندوش فرقه كوره. نادي الترسانه في السنه ديت بقى عنده اكتر من 5 فرق يد. تخيل 5 فرق يد. فرق اليد اللي في الترسانه ديت كل ولاد نادي الزمالك مشوا من نادي الزمالك بالمدربين بتوعهم في عهد الكابتن حسين لبيب، راحوا الترسانه. الترسانه بقى يكسب الزمالك في كل ماتش في ملعب الزمالك. نعم. في ايام اللجنه بتاعت كابتن حسين لبيب. فلما تيجي تتكلم عن نادي كان بياخد البطولات في كل الالعاب سواء بقى القدم اليد السله الطايره، تيجي كل يعني ولادك او النشئ بتوعك يمشوا من النادي. نعم. يعني فاهم، يمشوا من النادي ويرحلوا عن النادي ويهاجروا من النادي عشان اللي بيدير النادي ما هواش كفء ومؤهل لإدارة النادي. القصة مش قصة قميص توديه للمكواجي تكويه وتلبسه وتقعد بيه على الكرسي حاطط رجل على رجل وتقول للناس ها أنا ذا. نعم. القصة قصة إدارة، والإدارة فن، فن ودراسة، خبرات متراكمة. قصة كنا لغينا الانتخابات في كل الانديه، لغينا الانتخابات في كل حاجه، وكنا عملنا كل حاجه بالتعيين، نختار اي لجنه على اي مزاجنا ونجيبها تدير اي مكان سواء منشاه رياضيه او منشاه ثقافيه او اي حاجه. لا، النهارده عوده المستشار مرتضى منصور يوم 22 هي عوده الشرعيه لنادي الزمالك، عوده الهيبه الحقيقيه لنادي الزمالك، مش الهبة المصطنعة اللي كان يحاول البعض يصور ان جلوس كابتن حسين لبيب ان هو قاعد والصورة بتيجي عليه ان هو، لا دي مش هبة. انا حتى قلت في وقتها لما اتقال لي كابتن حسين لبيب شكله، قلت لا شكله مش حلو لان هو مش قاعد في مكانه. ما ينفعش، قلت بالحرف ما ينفعش عريس يجهز الكوشة ويجهز كل حاجة والظرف ما يجي واحد من الشارع يلاقي كرسي الكشف قاعد فاضي وقام قاعد متصور عليه او راكب عربيه الزفه ونقول ده شكله حلو الله عليه. لا. نعم. هو ما كانش جدير بمكانه، بدليل النهارده هو يقول لك اما بيطلع يقول لك ايه الكاتب البيان، ما تيجي تقرا البيان هو خايف يقول اسم. يعني يقول لك يعني المواجهه يفتقدها. النهارده فانا عندي من الشجاعه لو انا مختلف مع حد او شايف حد بيواجهني اطلع اقول اسم، ما اكتبش الغاز، لو مش قادر اقول الاسم ما اكتبش. تخيل ده اللي كان معين وبيدير نادي الزمالك في السنه ديت. انا بربط لك ليه؟ عشان تعرف مدى، لا عشان تعرف الفرق. شتان ما تشوف يعني ايه الفرق في 22/11. يعني ايه اليوم ده عمل ايه في نادي الزمالك؟ اليوم ده بقى الراجل ده اللي اسمه مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك، قبله كان مين؟ يمكن انا في المقدمه استاذ ايهاب استاذ جويلي كنت بتكلم على مخطط البعض ومخطط المنافس او الغريم التقليدي ليك ان هو بيستدرجك لمنطقه تانية عشان يشغلك عن هدف المنافسه، عشان انت تنشغل في المشاكل، تنشغل في القيل والقال، وابتدي هو ينفذ مخططه. بالصدفه انا وزميلي كريم حمدي قبل فريق الاعداد قبل الهواء يعني قاعدين بنحضر للحلقه، فاحد المشايخ بصراحه انا ما اعرفش يعني ما اعرفش اسمه، بس فيديو قصير جدا اتكلم في نفس النقطه دي اللي انا طرحتها. فانا اقترحت على كريم ان احنا بس نعرضه ونعلق عليه
تحت بند ايه اللي انت يعني رد الاساءة بالاساءة امتى بامتى او ليه بليه؟ يعني بعض الحكم طبعا يعني يمكن الامام علي له حكمة شهيرة، الكبر على المتكبر صدقة، مع ان الكبر ده مذموم في كل صفاته، لكن في بعض الاوقات بيبقى رد الفعل طبيعي للفعل. نشوف الفيديو ونرجع نعلق مع ضيوفنا في الاستوديو. يمكن ده بيتماشى مع نفس الكلمة اللي الاستاذ ايهاب الفولي كان بيتكلم فيها، ان انا قوي في مكاني، انا بواجه، انا برد، وفي واحد يقبل ان حد يسيء لي وما يقدرش ويبقى خايف ويبقى جبان. يعني ان خفت ما تقولش، وان قلت ما تخافش، وما دام قلت يمكن المستشار مرتضى منصور نفسه طلع بفيديو بنفس العنوان اللي بقوله لحضراتكم ده، ما دام قلت انا قلت، ما دام رديت برد، بس الفيصل هنا والمعيار هنا انا قلت ايه لمين ورديت بايه على مين، ومين ده كان قال لي ايه. هي دي النقطه، الفرقان اللي بين ده وبين ده. استاذ مصطفى طبعا يمكن انا عايز اقول حاجه بس الاول، يعني عايز اقول هو المستشار مرتضى منصور لما كان طالع يتكلم كان طالع ان هو يواجه هذه الشخصيات الكريهه، الشخصيات الكريهه لمصر، الشخصيات اللي هم يعتبروا اعداء الوطن، الشخصيات اللي هم بيهاجموا الوطن، بيهاجموا الارهابيين اللي عايزين يموتوا الجيش والشرطه، الخونه، المتامرين، قول ما قول اللي انت عايزه. الواحد طالع حتى بيهاجم رئيس الجمهوريه، بيهاجم الوزراء، بيهاجم النظام في مصر. لما طلع يتكلم هل هو كان بيتكلم بيدافع عن نفسه؟ يعني هم كانوا بيهاجموا المستشار مرتضى منصور نفسه؟ لا طبعا ما كانوش بيهاجموا المستشار مرتضى منصور نفسه، ولكن كانوا بيهاجموا مصر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هو كان بيرد عليهم نفس الكلام كان بيرد عليهم بنفس الاسلوب. وانا عايز بس الناس تسمع الفيديوهات بتاع الناس دي، شوف اسلوبهم ايه، طريقتهم ايه، كلامهم ايه، الالفاظ اللي بيقولوها ايه. يعني انا عايز افهم يعني الناس دي هنرد عليهم نقول لهم ايه؟ يعني هنرد عليهم بالاحسان؟ هنرد عليهم بكلام مزوق وكلام جميل وكلام لطيف؟ هرد عليهم على راي المستشار مرتضى منصور نقول له يا بابي يا مامي يا مش عارف كده؟ يعني انا مش فاهم يعني. فهو طلع رد باسلوب على الناس دي اللي هي تستحقه، هم يستحقون ذلك. لان هم انا نفسي الناس كلها تتفرج على الفيديوهات كلها، والناس يمكن بتتفرج عليها وعارفاها، لكن طبعا حتى على السوشيال ميديا لما بيطلعوا يتكلموا بهذا الاسلوب، يمكن معلش يعني في الكلمه القذر، يعني اسلوب غريب جدا، اسلوب مشين، اسلوب لا نقبل ان هو يخش بيت من البيوت، تمام؟ هما يجوا بقى يعاتبوا المستشار مرتضى منصور على ان هو راجل بيرد عليهم بنفس هذا الاسلوب، بنفس هذا الاسلوب، هما يستحقون اكثر من ذلك. بالعكس، ده انا شايف ان هو بيرد عليهم باسلوب مهذب كمان. يعني ان هو لو رد عليهم بنفس الاسلوب بتاعهم هيبقى اكثر، لكن هو بيرد عليهم حتى باسلوب مهذب. فالناس دي تستحق ما تستحق. يعني تستحق ما تستحق. والراجل لما طلع بيدافع كان بيدافع عن الوطن، بيدافع عن مصر، بيدافع عن كيان، بيدافع عن بلد، بيدافع عن شعب. لما بيتكلم في الحاجات دي كلها ما كانش بيدافع عن نفسه، وحد كان بيهاجمه. لا بالظبط. شايف انت ايه اللي بيحصل؟ هاجموه بعد رد ايه اللي بيحصل دلوقتي يا كريم دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي ان هم سابوا خلاص، سابوا مصر وسابوا المسؤولين وسابوا الدنيا كلها، وبقى خلاص كل وخلاص مركزين مع المستشار مرتضى منصور بيتكلموا يعني عليه. صح. تلاقي في كل الفيديوهات اللي طالعه بعد 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 11/11، لان هو يعتبر من الناس اللي هم اجهضوا 11/11، تمام؟ ودي حقيقه لا ينكرها الا جاحد، تمام كده؟ طلعوا هم كلهم يهاجموا المستشار مرتضى منصور، كل الفيديوهات بتاعتهم دلوقتي، سابوا مصر دلوقتي وبيهاجموا المستشار مرتضى منصور. نعم استاذ ايهاب. طبعا هو يعني ملخص الكلمات الشيخ او الفيديو بتاع الشيخ، العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. مش هتفرج عليه. والله الصدفه اللي قادت الفيديو. طيب انت مش هتفرج يعني عليك وانت حتى يعني بعتذر ان انا مش عارف اسم فضيله الشيخ اللي مش هتفرج عليك وانت بتسبني، ومش هتفرج عليك وانت بتسب بلدي، ومش هتفرج عليك وانت بتسب حكومه بلدي ودولتي وبتحاول تخربها وتحاول تولع فيها، وانا هتفرج عليك. فده ابلغ رد، العين بالعين والسن بالسن والبدا اصلا. نعم نعم. الفتره اللي فاتت يعني موضوع القيل والقال ده اللي احنا بنتكلم فيه، وان هو بيحاول يستدرجك للازمه دي، لكن لسوء حظهم ان المستشار مرتضى منصور واعي جدا للامر ده ومركز جدا في شغله داخل نادي الزمالك ومع فرقه الرياضيه ومع اعضاء الجمعيه العموميه ومع جماهيره. طبعا هو كلام يعني حته ان انت تستدرج النادي او تستدرج رئيس النادي لاتجاه معين، هو بيرد في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت بيشغل. انا عايز بس اتكلم كريم، يعني انا كنت اتفرجت على فيديو في قناه الزمالك بتاع احد المشايخ، شفته من
من امبارح تقريبا ومن كام يوم بيتكلم فيه ان النادي الاهلي او كابتن محمود الخطيب عامل النادي الاهلي مفرخه للاخوان. نحاول لو معانا يعني لو يعني احنا نتكلم وبعدين لو موجود يحضره ونتكلم على لو انت حابب انت تعالى عليه. هو الراجل ده اتكلم. بص اول حاجه بعد 11/11 دي لازم كلنا نوقف، الدوله كلنا خايفين على البلد ديت وملناش غير البلد ديت، لازم كلنا نوقف ولازم كلنا نواجه ولازم كلنا يبقى لينا موقف. وزي ما بيقولوا احنا المفروض مش هنخاف على طب حد. طب ماشي، طب الفيديو معايا يعني عشان برضو يبقى ايه الكلام منطقي والساده المشاهدين يبقى عارفين استاذ ايهاب بيقصد ايه. نروح نشوف هذا الفيديو ونرجع نعلق مع حضراتكم في الاستوديو مع استاذ ايهاب الفولي واستاذ مصطفى الجويلي. يمكن ده تعليق طبعا الداعية الإسلامي الشيخ محمود عبد الرازق، طبعا بيتكلم على أمور كثيرة جدا تخص ارتباط السياسة بالرياضة والأندية، وزي ما هو حكى وقعة شخصية حصلت له. الراجل بيحكي موقف أستاذ إيهاب زي ما أنت قلت إنه بيتكلم على النادي الأهلي في موقف معين تمت دعوته لزيارة، تطرق لأمور كثيرة جدا تخص هذا الشأن. يمكن قناة الزمالك المستشار مرتضى منصور من أول ما بيطلع ومن قبل كمان قناة الزمالك وهو بيحذر من خطر هذه الجماعة الإرهابية المحظورة اللي عرضنا فيديوهات لحضراتكم في حلقات المستشار مرتضى منصور وهم إزاي بيحرضوا على قتل ضباطنا جيش الشرطة، عرضنا لحضراتكم إزاي الأطفال اللي تيتموا، عرضنا لحضراتكم إزاي أن مصر دفعت الثمن باهظ جدا بسبب هؤلاء اللي هم يحكمونا يقتلونا. فده رد وده كمان حجة وبرهان على هذه الجماعة وأنصارها وأتباعها. الرجل الشيخ محمود بيتكلم كمان على دور المستشار مرتضى منصور وإزاي إن الرجل واضح من أول يوم وإن هو ضد أي حاجة تمس الإخوان المسلمين، وده إحنا بنشاهده أنا وأستاذ مصطفى جويلي وأستاذ إيهاب الفولي في النادي. لو لمح أي حاجة ضد بلده حتى لو عضو جماعة مهمة بيشطب في الحال، فهو ده الرجل الواضح، الرجل اللي بيدافع عن بلده وموقفه الثابت لا يتلون ولا يتغير. استاذ ايهاب بص اقول لك حاجه، انا بقول لك احنا ما فيش اعز عندنا من بلدنا ندافع طبعًا. عنه طبعا ما فيش حاجه اسمها ان احنا هنشوف حاجه غلط ونسكت عليها. لا طبعا النهارده لما نرجع بالزمن للوراء يعني نرجع ايام نكسه 25 يناير وانا بقول عليها نكسه من اول يوم وشوف انت اللي تم استدعاءه للمشهد كان الالتراس الاهلاوي وهم بيتباركوا بيها ان الالتراس الاهلاوي كان من الناس اللي نزلت كان عند مسجد الاستقامه ولولا الالتراس الاهلاوي كانت اللي بيقولوا عليها ثوره دي كانت فشل. اذا هنا انت ما بتتكلمش على جمهور كوره، انت بتتكلم على فصيل سياسي انت صبغته بالصبغه الكرويه حطيته في وسط الناس في وسط الجماهير في وسط المشجعين ان هم دول ناس بتشجع كوره، هم ما بيشجعوش كوره، هم ليهم هدف سياسي معين وهو تخريب الدوله المصريه. اما تيجي تشوف انت الراجل الشيخ لما بيجي يتكلم بيتكلم على النادي الاهلي بالتحديد. في واقعه حصلت في النادي الاهلي سنه 2013 تقريبا او 2014 لما تم فتح النادي الاهلي بالليل بعد الناس ما مشيت وبعد مواعيد المفروض الانديه بتقفل الساعه 10 تم فتح النادي الاهلي بالليل وفتحوا الصاله صاله الامير عبد الله للالتراس دول عملوا فيها اليافطه بتاعتهم اللي شتموا فيها المشير طنطاوي بعلم مجلس اداره النادي الاهلي وقتها وبعلم المدير التنفيذي لنادي الاهلي وقتها. لما تيجي تشوف مباراه كيما اسوان الاشتباكات اللي كانت مع رجال الشرطه كانت مع النادي الاهلي. اما تيجي تشوف ابو تريكه النادي الاهلي، اما تيجي تشوف احمد عبد الظاهر واشاره رابعه النادي الاهلي، اما تيجي تشوف عمار محسن والاسم ده لازم الناس تركز معاه احد ناشئي النادي الاهلي اللي كان في ميدان رابعه العدويه اللي كان رافع اشاره رابعه اللي خد لعيبه النادي الاهلي وعمل بيهم إشارة رابعة برضو سنة 2013. لما تيجي تشوف كل المشاهد دي قدامك وتيجي تبص تقول هل النادي الأهلي مفرخة إخوانية زي ما الراجل بيقول النهاردة؟ لما تيجي أنا بوجه سؤال أو رسالة أو استفسار أو استكتاب أي حاجة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بقول له
وليد مبروك، والسؤال ده انا قلته كذا مره، والاخواني وليد مبروك رئيس لجنه الشباب، وخطوره لجنه الشباب في النادي الاهلي دي، هي لجنه الشباب بتمثل قطاع عريض من النادي الاهلي، ازاي وليد مبروك الاخواني اللي شتم كل مؤسسات الدوله بما فيهم رئيس الجمهوريه على صفحته الشخصيه، ازاي ده يتحط في المنصب ده داخل النادي الاهلي؟ ازاي ده يبقى موجود وليد مبروك يبقى رئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي ومش عايز الناس تقول النادي الاهلي مفرخه للاخوان؟ لا. الناس الشباب الصغير او الناشئ اللي طالع لما يجي بتجيب له قائد، بتجيب له قائد معتدل، ما بتجيبلوش قائد صاحب فكر متطرف. الجماعه الارهابيه او الجماعه الاخوانيه دي كانت في وقت من الاوقات الناس كانت بتتعامل معاها ان هي ناس طبيعيه وناس عندها هدف وناس عندها رساله، طبيعي ما الناس ما كانتش اشتغلت سياسه وما كناش شفناها. لغايه ما طلعوا علينا الناس دي وشفنا اجرامهم، ازاي احنا يبقى مؤسسه رياضيه كبيره زي النادي الاهلي يبقى فيها عنصر زي وليد مبروك الاخواني وليد مبروك، ازاي يبقى رئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي؟ طيب ده كله ياخدنا لكلام الشيخ اللي هو بيقوله دلوقتي على الشيخ محمود ان النادي الاهلي ازاي انت سايبه مفرخه للاخوان؟ لازم يبقى فيه تطهير. النهارده احنا لما بنتكلم ما بنتكلم احنا لا هي اهلي ولا زمالك، النهارده الاخوان المسلمين لما جم دخلوا حكموا البلاد، اسامه ياسين وزير الشباب والرياضه ساعتها كان تركيزه كله على مراكز الشباب والانديه والجناح العسكري وميليشيات عسكريه. انا النهارده افتح له ازاي بؤره؟ النادي الاهلي مش نادي صغير، النادي الاهلي نادي كبير، فالموجود في النادي الاهلي لو مش قادر ان هو يلم او يبقى ملم بدوره في قياده النادي الاهلي وقياده شباب الاهلي وقياده المجتمع المصري ما يقعدش في مكانه. لان النهارده ما بنتكلمش في كره ورياضه والكلام ده، احنا بنتكلم في بلدنا. نعم. بلدنا اللي انت يعني معلش انا قلت لك اسم. نعم. يعني ما جيتش قلت كلام مرسل. لا لا كلام، انا بقول لك اسم ومنصب. نعم. لا ومنصب مهم حساس جدا. صح. الشباب اللي هو صغير النهارده لما اجي اشوف علاء صادق الاخواني الهارب المجرم، لما يطلع ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي في فيديو ليه على صفحته ويقول ده استاذي وده معلمي وده قائدي وده انا بحبه وبعشقه وبموت فيه، ازاي النهارده جمهور الاهلي متعلق بابراهيم المنيسي؟ ما. يعرف ان ابراهيم المنيسي ده هو لسان اعلام النادي الاهلي. اكيد. ازاي هو يطلع يقول على علاء صادق كده؟ بيوصل رساله لمين؟ يبقى انت حاطط لي وليد مبروك في حته وابراهيم المنيسي في حته وعلاء صادق هربان مره بره مصر وكل دول بيخربوا مصر، وتقول لي لا لا. ما. لازم واقفه. لازم واقفه. انا كمان هزيد على كلامك استاذ ذهاب كمان، ان انت يمكن نسيت كمان حريق اتحاد الكره من التراس اهلاوي ونادي الشرطه كمان. استاذ مصطفى تعالي حضرتك. لا انا اول سؤال عايز اساله طبعا بعد كلام الشيخ ده، طبعا الراجل بيقول قال الله وقال الرسول، يعني الراجل بيقول كلام حق. نعم. تمام. لما يتكلم على المستشار مرتضى منصور ويقول ان الراجل اسلوبه صريح جدا وموقفه واضح، لا والراجل بيواجه الحجه بالحجه، الراجل بيدافع عن الجيش بيدافع عن الشرطه. أنا السؤال اللي عايز اساله، الفيديو ده يمكن اتعرض امبارح، يمكن الفيديو ده موجود على السوشيال ميديا. يعني عايز اسال بقى الكابتن محمود الخطيب، لو هو بريء من هذا الكلام اللي قاله الشيخ ليه ما ردش؟ لحد دلوقتي؟ يعني انا بنتظر ان الكابتن محمود الخطيب يطلع بيان. والله معاك حق، يعني واضح. والله معاك حق. حتى يعني يرد حتى على قناه النادي الاهلي، يطلع حق الرد، يرد طبعا له حق الرد، يطلع بيان صريح وواضح ويقول ان انا بريء من الاخوان المسلمين، ان انا لا علاقه ليا بالاخوان المسلمين، النادي الاهلي مش مفرخه للاخوان المسلمين. اين رد الكابتن محمود الخطيب؟ صح. الراجل بيتكلم على الدور الوطني اللي بيقوم به المستشار مرتضى منصور، والراجل بيقول قال الله وقال الرسول، يعني الراجل نفسه بيرد على الناس اللي كانت بتنتقد المستشار مرتضى منصور وبيقول ان هو طالع عمال بيقول وبيعيد وبيشتم وبيعمل، لا ده كان راجل بيدافع عن الوطن. لما تطلع من داعيه اسلامي، داعيه يقول الحق عن قال الله وقال الرسول، ما بيقولش قال لأي حد تاني، يعني بيحكي موقف شخصي زي مصطفى حصل معاه هو، يعني الراجل شاهد عيان وحاضر الواقع. أنا كنت بأتمنى إن يخرج الكابتن محمود الخطيب إن هو يقول يا جماعة أنا مش تبع الإخوان المسلمين، يا جماعة أنا مع الوطن، يا جماعة أنا أي موقف وطني، أي موقف وطني بيحصل
بطلع بيان. نعم. يعني أي موقف وطني بيحصل أنا بطلع بيان، أنا بتكلم، أنا واقف مع مصر، أنا واقف مع الوطن. موقفه كان إيه في 11/11؟ نعم. إحنا شفنا النادي الأهلي طلع أي بيان أو طلع أي كلام إن هو مع الوطن وضد الانقلابات وضد الفوضى وضد العشوائية وضد الناس اللي هي بتحارب والناس اللي كانت بتدعو لهدم الوطن في هذا الوقت؟ ما شفتش أي بيان من النادي الأهلي. نعم. صدر من النادي الأهلي حتى الآن إن هو بيبين حتى موقفه الوطني. موقفه الوطني بعكس نادي الزمالك، بعكس المستشار مرتضى منصور اللي هو كان موجود كذا حلقة، موجود كذا حلقة موجود بيتكلم فيها عن مصر، مخصصة مخصوص بيقعد. نعم. ساعة واثنين وثلاثة وعشرة، وراجل رغم الأعباء الكثيرة اللي عنده راجل بيستحمل وبيتكلم حوالي خمس ست ساعات عشان. نعم. خاطر مصر بالظبط كده. خلونا نطلع على طول نروح نشوف برضو رسائل وفيديوهات حضراتكم اللي بتبعتوها طبعا لفريق إعدادنا حول دعمكم لنادي الزمالك، ونرجع على طول نكمل مع ضيوفنا في الاستوديو بعد هذه الفيديوهات. أنا أهلاوي وبشجع المستشار مرتضى منصور مدير نادي الزمالك، وكلنا لازم نشجعه عشان هو راجل محترم وعمل حاجات كويسة في نادي الزمالك. نقف جنبه كلنا ونشجعه عشان المصلحة العامة، وكل عام وأنتم بخير. كل الدعم المستشار مرتضى منصور ضد ممدوح عباس وكل المتآمرين على نادي الزمالك، وان شاء الله بكره نكسب القضيه يا ريس ونحتفل بيها. رساله دعم وتأييد للسيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وباعث نهضته الحديثه. انا مشجع زملكاوي سن 66 سنه. كل الدعم لسياده المستشار مرتضى منصور، كل الدعم لنادي الزمالك، ان شاء الله ربنا هينصرك يا سياده المستشار. كل الدعم لسيادة المستشار مرتضى منصور ضد أي مظالم أو أي نزاعات أو أي تصفية حسابات. كلنا كمشجعين نادي الزمالك لكيان نادي الزمالك وجدران نادي الزمالك متكاتفين ومساندين ومتعانقين وملتفين حول كل ما يمر به نادي الزمالك. كلنا كعاشقين لنادي الزمالك مضحيين ما سيادة المستشار مرتضى منصور بوقتنا وبصحتنا وبمجهودنا البدني والذهني والعصبي لما يمر به نادي الزمالك من أزمات. أهيب لكل القيادات الرياضية المصرية بفك الحظر على كل ما يصعب على نادي الزمالك من أزمات نادي الزمالك داخل جدران نادي الزمالك. نادي الزمالك مصري عربي لكل عاشق في أنحاء العالم. فجاء ترحيب بحضراتكم، وزي ما قلت لكم هو ده اللي احنا بنراهن عليه، هو ده وعي جماهير نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. يمكن كمان بمناسبه كلام استاذ مصطفى الجويلي، يمكن انا بحاول بحضر فيديو لاحد الاعلاميين، طبعا اول ما هيجهز هنعرضه لحضراتكم، لانه برضو بيتكلم في نفس القضيه ونفس المنوال الاستاذ مصطفى استاذ ذهاب، وبيحدد بقى اسماء، يعني زي ما الاستاذ ذهاب دلوقتي طرح بعض الاسماء. لا، وبرضه احد الاعلاميين وسيد عبد الحفيظ ما كان. نعم. في رابعه. نعم. وعماد النحاس بالزبط. كان بيقود، وما كل دي الناس دي الناس دي من النادي الاهلي ورموز. طيب. النادي الاهلي. طيب ماشي جاهز. طيب ناخده استاذ كريم يلا ونرجع. يعني الواحد برضه بعض الحاجات اللي الذاكره خانته فيها ف ماشي يلا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو احلى ما في الفيديو ده ان الاثنين اللي بيتكلموا دول اهلاويه، واهلاويه متعصبين جدا، يعني ان كان ده اعلامي اهلاوي فده اعلامي اهلاوي بشرطه. فهم بيتكلموا على حاجه هم عايشينها، بيتكلموا على حاجه هم فيها، يعني هو بيتكلم على حاجه في ناديه هو، في اعلام الاهلاوي بتاعه هو بيتكلم على نادي الاهلي، لان ده واحد اهلاوي اعلامي كبير سياسي زي الاستاذ احمد موسى، واعلامي تاني برضه بيتكلم على امور رياضيه تخص النادي الاهلي استاذ مصطفى. ده هم قالوا ايه؟ ده قالوا النادي الاهلي كله. يعني الراجل كلام الشيخ كلامه صح، ان النادي الاهلي كله مفرقه للاخوان المسلمين. يعني ايه بقى الموقف دلوقتي يا جماعه؟ يعني ايه الموقف بقى ان احنا عندنا نادي ده احنا في خطر؟ احنا في خطر. وبعدين زي ما اخونا ايهاب قال، لما يبقى ان انا بستغل الالتراس، ان هو يعني عايز افكرك بموقف لما كان في ماتش هيتلعب في برج العرب بين الاهلي والزمالك، والمستشار مرتضى منصور طلب تاجيل المباراه. يا جماعه اجلوا المباراه عشان هيحصل كذا، هيحصل هيتم استغلال الناس الجماهير الموجوده مكان الالتراس ان هي تعمل فوضى. نعم. وساعتها لا ومفيش وازاي وفعلا بعد المباراه حصل اللي حصل، وتم وحصل فوضى في الشوارع ساعتها، وحصل ما كان يخشاه المستشار مرتضى منصور. ما احنا عندنا يا جماعه فرق بالنادي بيعلي الوطن وبيعلي الوطنيه وواقف مع الوطن وواقف مع الجيش وواقف مع الشرطه وواقف مع الشعب، ونادي تاني ما 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 لا حياه لمن تنادي. نعم استاذ ذهاب، يمكن انت يعني دي اسماء معلومه للجميع، انت كمان تتركت الاسماء، يعني مش كتير من الناس تعرفها، يعني مش اسماء مشهوره، لكن وقع الحافر على الحافر ونفس الكلام بيتطابق مع كلامك.
هو طب بص، واحنا لما بنقول وليد مبروك بنقوله ليه؟ لان رئيس لجنه الشباب النادي الاهلي ماشي، هو النادي الوحيد في مصر، شوف مصر مثلا فيها 70 او 80 او 100 او 200 او 300 نادي. نعم. النادي الاهلي هو النادي الوحيد ان المؤسسه الوطنيه، المؤسسه الوطنيه اللي بنعشقها كلنا اللي هي المؤسسه العسكريه، هو النادي الوحيد اللي رفضت تستقبله في ملاعبها. تخيل يعني النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي القوات المسلحه والامانه العامه للقوات المسلحه جه عليها وقت من الاوقات رفضت ان هي تستقبل مبارياته على ملاعبها. نعم. ما هو ما مش رافض عشان انت مثلا لابس احمر او انت لابس شورت ابيض، لا، هو رافض بسبب المعلومات، توجه او بسبب الموقف. التوجه رافض. نعم. بسبب الاساءات. احنا عدت علينا ايام، ايام سودة. الناس دي لولا عندها ضبط نفس. نعم. لولا عندها ضبط نفس ولولا عندها يعني، ما يجي مثلا واحد معلش زي ابو تريكة وتروح ترفض تسلم على وزير الرياضه تستخبى تهرب عشان ما تقابلش طاهر ابو زيد وزير الشباب، وزير الشباب والرياضه وقتها، عشان بحجه ان هو وزير الانقلاب. لما تقابل الضابط في اللي جاي يستقبلك. نعم. في المطار وتقول له انتوا جايين بتموتونا، موتوك فين؟ هو مين اللي بيموت مين؟ هنضحك على بعض؟ انتوا جايين هنا تستقبلونا؟ فالكلام ده كله، الكلام ده كله لازم يبقى التاريخ، لازم كل شويه نقرا التاريخ. المثل بيقول ايه؟ لو نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تقرا، عشان ما حدش ينسى بس. لا اكيد، وكل حاجه موجوده وكل حاجه موثقه. يا عم علاء صادق بيطلع، علاء صادق بيطلع يتكلم دلوقتي كانه واحد مننا ويقول لك واحنا انت ايه، انت هربان ومجرم. نعم. كله طبعا متوثق، وعصر السوشيال ميديا والسماوات المفتوحه كل حاجه موجوده. هنروح سريعا لتعليقات جمهورنا طبعا وعشاق ومحبي نادي الزمالك ورسائل دعمهم على صفحه القناه للمستشار مرتضى منصور ونادي الزمالك. والبدايه مع استاذه مريم شكري، طبعا بترحب بحضراتكم. حابه اقول كل الدعم للمستشار مرتضى منصور، ربنا معاك وينصرك على اعداء النادي، احنا معاك وفي ظهرك، الزمالك في امان ما دام المستشار موجود. اتمنى يرفعوا الحجز على ارصده النادي عشان مستحقات اللعيبه والمدرب ومرتبات العاملين، وان شاء الله القادم افضل للزمالك، زملكاويه وافتخر. استاذ ابراهيم فتحي ابو حمزه، كل الدعم الافضل واحسن واجرأ رئيس لنادي الزمالك الملكي على مر العصور المستشار مرتضى منصور، ربنا يحفظه ويفرحنا بكره بالحكم ورفع الحجز يا رب عن نادينا. استاذ كرم كمال، مساء الخير والسعاده عليك وعلينا طبعا، بشكرك. يا جبل ما يهزك ريح، دي رساله المستشار مرتضى، ربنا يخليك للزمالك يا سياده المستشار، كلنا مقدرين حجم الضغوط اللي عليك، بس احنا واثقين فيك وان شاء الله القادم افضل زملكاوي حتى اخر الانفاس. استاذ عمرو خالد ابو مصطفى، كل الدعم من المستشار مرتضى منصور، اعظم رئيس في تاريخ نادي الزمالك. استاذه منار فايز، مساء الخير عليكم منورين القناه، كل الدعم للمستشار مرتضى منصور، ربنا معاك وينصرك على اعداء النادي. اه والله، ونادي الزمالك، ونادي الزمالك في امان ما دام المستشار موجود. استاذ احمد محمد حمزه، مساء الخير استاذ كريم، كل ضيوفك باذن الله، كل الدعم المستشار، وربنا ينصره على كل اعدائه، والزمالك منصور بمرتضى منصور بامر الله. استاذ عماد باسم، ان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك دايما، دي رسالته المستشار مرتضى. استاذ مجدي محمد حجازي، عاش الاسد المستشار مرتضى منصور، اعظم رئيس نادي في الكون، تاجر السعاده لجمهور الزمالك. استاذ مجدي عبده، كل الدعم المستشار مرتضى منصور وكلنا فداك. طبعا استاذ خالد النبوي، كل الدعم للمستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته، صاحب الانجازات الانشائيه والبطولات على مستوى فريق الكره والالعاب الجماعيه. استاذ معتز اسماعيل غانم، اوجه الشكر لسياده المستشار مرتضى منصور بعد الوقف الجميل وبعد وقفته الجميله يعني، واقف مع نادي الزمالك. استاذ احمد حلمي النشار، كل الدعم لسياده المستشار. استاذ وائل الدمرداش، كل جماهير نادي الزمالك دعم المستشار مرتضى منصور وكلنا في ظهره. استاذ مصطفى، يعني هي دي يعني يمكن الحاجه او طاقه النور اللي يعني، طبعا انا بعتذر والله على كم الرسائل الكتيره جدا، وهقول برضه يعني عشان بس وقت البرنامج وقتنا ما يسمحش، لكن ان شاء الله باذن الله واتمنى ان ده يوصل للاستاذ بشير طبعا، يعني يبلغ كل البرامج كلنا نشتغل على ده، لاني عشان الناس تعرف الحجم الحقيقي، عشان الناس تعرف قد ايه كل جماهير نادي الزمالك كلنا متوحدين وكلنا على قلب راجل واحد. استاذ مصطفى سريعا يعني تعليقك على رسائل وكلمات جمهور نادي الزمالك العظيم. ده نبض الجماهير، ده نبض الجماهير الحقيقي، الجماهير اللي بتحب نادي الزمالك، اللي خايفه على نادي الزمالك، يعني شوف المستشار مرتضى منصور هتلاقيه هتلاقيه دايما الهاشتاج يعني رقم واحد على طول، يعني بيقعد يعني مثلا اي حد بيقعد ساعه اثنين ثلاثه، ده ممكن يقعد يومين ثلاثه اربعه، الناس بتدعمه دايما، الناس حاسه بيه، الناس واقفه وراه،
ده الدعم الحقيقي. اتمنى ان يكون هذا الدعم ايضا من رموز نادي الزمالك اللي بنتكلم عنهم في كل حلقه، ولا حياه المنتولادي ايضا. وانا بضم صوتي لصوت استاذ ايهاب. طبعا الناس اللي بتقدر دي ناس تتشال فوق الدماغ، لان هي بيبقوا حاسين بمدى المجهود اللي معمول ومدى المجهود اللي مبذول لاسعادهم. طبعا يعني بنشكرهم جدا على وقفتهم ودعمهم للمستشار مرتضى منصور ونادي الزمالك. نعم، وانا بشكركم شكرا جزيلا، يعني الوقت دهمنا سريعا. بشكركم على تواجدكم معايا استاذ مصطفى الجويلي، شرفتني ونورتني. اهلا بيك استاذ ايهاب، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك كريم. زي المشاهدين بنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من زملكاوي. اشكركم على حسن المتابعه، ونلتقي ان شاء الله في حلقات دايما في زملكاوي مع حضراتكم. بشكر كل فريق العمل، وان شاء الله نلتقي على خير، وتصبحوا على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله.